نكمل يا سابع اذا احنا المطلوب مني مش اوجد المساحه الجانبيه انا المطلوب مني اوجد المساحه الكليه بس قانون المساحه الكليه عباره عن المساحه الجانبيه زائد مساحه القاعدتين فلذلك لازم بالاول اطلع المساحه الجانبيه طلعناها بعدين لازم اطلع مساحه القاعدتين ومن ثم اجمعهم مع بعض بطلع اس اللي هي عباره عن المساحه الكليه اذا المساحه الكليه عباره عن 680 المساحه الجانبيه اللي طلعتها زائد مساحه القاعدتين وبدل ما احكي مساحه القاعده الاولى زائد مساحه القاعده الثانيه اتفقنا اللي هو عباره عن 2 ضرب ب حيث ب تمثل مساحه القاعده اذا ب هي عباره عن مساحه القاعده طب نرجع للمنشور شو نوع قلنا القاعده القاعده عباره عن مستطيل فلما احكي مساحه القاعده وكاني بحكي مساحه المستطيل يلا شوفوا لاحظوا معي فوق بالمساحة الجانبية طلع على محيط المستطيل هلا هل في المساحة الكلية بدنا مساحة المستطيل شو قانون مساحة المستطيل برضو أخذته من صف رابع اللي هو عبارة عن الطول ضرب العرض طبعا قوانين مختلفين عن بعض فلازم تركز وانت بتحل أي خربطة في أي قانون بخلي كل الجواب خطأ محيط المستطيل اثنين ضرب بين أقواس الطول زائد العرض بس يعني بينما مساحة المستطيل الطول ضرب العرض نرجع للمستطيل هذا المستطيل قديش طوله 20 وقديش عرضه 14 فبالتالي راح يكون عباره عن 2 ضرب ب حكينا اللي هي مساحه القاعده هي نفسها مساحه المستطيل هي نفسها الطول ضرب العرض فبالتالي القاع مساحه القاعده قلنا الطول ضرب العرض معناته 20 ضرب 14 تمام ليش طب ما يمس مضروب ب2 لانه انا ما بطلع قاعده واحده بطلع مساحه قاعدتين فبالتالي بدل ما احكي مساحه القاعده الاولى زائد مساحه القاعده الثانيه خلص 2 ضرب مساحه القاعده زائد ما ننسى ال680 اللي هي عباره عن المساحه الجانبيه حسب اولويات العمليات الحسابيه اول شيء بنوجد ما داخل الاقواس 20 ضرب 14 بنزل الصفر ومن ثم بضرب 14 ضرب 2 14 ضرب 2 اللي هي عباره عن 28 اذا كل الناتج طلع 280 بس هاي ال280 مضروبه ب2 ثم مجموع لها 680 وحسب اولويات العمليات الحسابيه بوجد اول شيء ما داخل إيه سوري الضرب 2 ضرب إيه 280 2 بصفر 0 0 2 في 8 16 6 باليد 1 2 في 2 4 1 5 اذا 560 بالاخر في عندي بس عمليه واحده حسابيه اللي هي عباره عن جمع فلازم اوجد ناتج الجمع يلا 0 0 0 6 8 14 4 باليد 1 6 و6 اللي هي عباره عن 12 اذا طلع معي ألف وشو الوحده اللي استخدمها في السؤال سنتيمتر. وأنا شو اللي طلعته؟ طلعت المساحة الكلية. مساحة يعني إذا سنتيمتر مربع. إذا المساحة الكلية لهذا السؤال عبارة عن ألف سنتيمتر مربع. إذا واضح إنه التطبيق سهل بس بيعتمد في النهاية على حفظك للقانون. تمام يا إذا هيك إحنا خلصنا مثال رقم واحد. خلينا نيجي نشوف مع بعض. شوف مع بعض سؤال اتحقق من فهمي اللي بصفحه 110 سؤال اتحقق من فهمي من صفحه 110 واضح انه في عندي سؤالين انا راح اختار سؤال واحد فقط اللي هو عباره عن سؤال رقم 3 او مش سؤال رقم 3 رح ناخذ رقم 2 تطبيق على مثال رقم واحد تمام وراح اخلي سؤال يشبه رقم 3 في اتحقق من فهمي من تمارين ومسائل اذا راح نحل مع بعض من سؤال اتحقق من فهمي رقم 2 فقط اختصارا للوقت يلا yeah. إذا بنفس الخطوات بدي أوجد المساحة الكلية، إذا بحكي له المساحة الكلية اللي هي عبارة عن SA تساوي الA المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين يعني 2 ضرب مساحة القاعدة الواحدة اللي هي 2 في B، معناته أول شي لازم أطلع الA اللي هي المساحة الجانبية، ال المساحة الجانبية اللي هي عبارة عن محيط القاعدة ضرب الارتفاع. هلأ القاعدة لهذا المنشور عبارة عن مستطيل، هي هالقاعدة عبارة عن مستطيل، فبالتالي أنا بحذر محيط القاعدة وكأني بحكي محيط المستطيل ضرب الارتفاع، معناته بدي أطلع محيط المستطيل، شو قانون محيط المستطيل؟ اللي هو عبارة عن اتنين بين أقواس الطول زائد العرض. اذا نرجع للمستطيل هون هذا المستطيل اللي موجود بالتحت قديش طوله طول الضلع الطويل اللي هو عباره عن 8 سم والعرض اللي هو 3 سم معناته رح تصير 2 ضرب بين اقواس 8 زائد 3 هاي بدي انقلها بس هون يلا اذا A اللي هي حكينا المساحه الجانبيه عباره عن محيط القاعده اللي هي 2 ضرب هيها اثنين ضرب محيط القاعدة يعني محيط المستطيل إذا اثنين ضرب بين أقواس ثمانية زائد ثلاثة مضروب باتش الارتفاع هيها المساحة الجانبية عبارة عن محيط القاعدة ضرب الارتفاع ومحيط القاعدة اللي هي اثنين ضرب بين أقواس ثمانية زائد ثلاثة ضرب ارتفاع المنشور كامل اللي هو عبارة عن رمزه اتش فبتصير المسألة عبارة عن اثنين ضرب بين أقواس 8 زائد 3 مضروب بأتش ارتفاع المنشور نطلع على المنشور قديش ارتفاع الخط العمودي النازل من رأس المنشور على الأرض اللي هو عبارة عن 5 سنتيمتر إذا ضرب 5 حسب أولويات العمليات الحسابية الأولوية للأقواس 8 زائد 3 11 بدي اضربها باثنين بعدين بدي اضربها بخمسه 11 ضرب 2 اللي هي عباره عن 22 بدي اجي اضربها بخمسه يا 5 ب 2 10 0 باليد 1 5 ب 2 10 1 11 اذا 110 شو الوحده اللي استخدمها بالسؤال سنتيمتر لانه احنا طلعنا مساحه الجانبيه اذا سنتيمتر مربع اذا 110 سنتيمتر مربع بس مش هذا المطلوب انا المطلوب مني اوجد المساحه الكليه المساحه الكليه هي المساحه الجانبيه اللي احنا طلعناها 110 زائد مساحه القاعدتين فبالتالي لازم أطلع اطلع مساحة قاعدة واحدة بعدين اضربها باثنين بعدين اجمع لها المساحة الجانبية بكون طلعت مساحة الكلية فبالتالي لازم اطلع بالاول بي بي اللي هي عبارة عن مساحة القاعدة هي مساحة القاعدة عشان ما اتخربط القاعدة قلنا مستطيل فبالتالي هي مساحة المستطيل شو قانون مساحة المستطيل قبل شوي حكينا عنه الطول ضرب العرض إذا معناته بي هي عبارة عن الطول ضرب العرض، قديش الطول؟ قلنا 8 سم والعرض اللي هو عبارة عن 3 سم، إذا معناته 8 ضرب 3 ويساوي 24، يلا نرجع للقانون الأصلي، إذا اس المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية اللي احنا طلعناها 110 زائد هيها زائد 2 مضروبة بمساحة القاعدة البي اللي طلعناها عبارة عن 24، الأولوية للضرب 24 ضرب اللي هي عبارة عن 48 بدي أجمع لها ال 110 ويساوي 8 4 1 5 158 سنتيمتر مربع ليش سنتيمتر مربع لانه طلعنا المساحه الكليه فالمساحه عباره عن ص... بالمربع رح تكون حسب الوحده الموجوده في السؤال تمام يا سابع اذا هيك انا طلعت المساحه الجانبيه والمساحه الكليه للمنشور الرباعي الموجود في رقم 2 من سؤال التحقق من فهمي خلينا نشوف مع بعض شوف ايش بنلحق كمان نحل افتح لي كتابك على صفحة 111 خلينا نشوف مثال رقم 2 موجود بصفحة 111 بقول لي في مثال رقم اثنين في عندي ناطحات سحاب المبنى الظاهر في الصورة على شكل خماسي منتظم ليش يعني هذا اسمه منشور خماسي منتظم لأنه القاعدة عبارة عن مضلع خماسي منتظم شكل القاعدة عبارة عن مضلع خماسي منتظم ارتفاع هذا المنشور كامل عبارة عن 124 سنتيمتر أو متر سوري 124 متر وطول ضلع القاعدة الخماسية يعني هذا هل القاعدة على شكل مضلع خماسي منتظم طول الضلع الواحد لهذه القاعدة الخماسية المنتظمة عبارة عن 41 متر بدي أوجد المساحة الجانبية لهذا المنشور يلا اذا على قانون المساحه الجانبيه شو قانون المساحه الجانبيه ال اي تساوي محيط القاعده ضرب الارتفاع محيط القاعده ضرب الارتفاع فبالتالي محيط القاعده رمزنا بالرمز بي ضرب الارتفاع اللي هو عباره عن اتش اللي هي هيها محيط القاعده ضرب الارتفاع طب نرجع للمنشور هذا هذا المنشور شو قاعدته قاعدته عباره عن مضلع خماسي منتظم فبالتالي كاني بحكي محيط المضلع الخماسي المنتظم ومن ثم بضربه بالارتفاع اللي هو الارتفاع للمنشور كامل اذا محيط القاعدة ضرب الارتفاع، شو نوع القاعدة هون؟ مضلع خماسي، إذا أنا بحكي عن محيط المضلع الخماسي، وقانون أي مضلع شو ما كان نوعه بشرط أنه يكون منتظم، محيطه لأي مضلع منتظم عبارة عن طول الضلع ضرب عدد الأضلاع، بدك تحفظي إذا محيط أي مضلع منتظم، محيط المضلع المنتظم عبارة عن طول الضلع الواحد لهذا المضلع ضرب عدد الأضلاع، هذا المضلع الخماسي المنتظم، كم طول الضلع الواحد في هذا المضلع الخماسي 41 متر، إذا طول الضلع ضرب عدد الأضلاع، كم عدد الأضلاع عبارة عن خمسة، معناته 41 ضرب خمسة، إذا محيط القاعدة هي محيط المضلع الخماسي المنتظم وأي مضلع منتظم محيطه عبارة عن طول ضلعه 41 ضرب عدد الاضلاع اللي هي عباره عن خمسه، شو عارفك يمس خمسه؟ لانه حكى لي خماسي، اذا 41 ضرب خمسه هاي راح احطها تحت بي اللي هي عباره عن محيط المضلع، اذا 41 ضرب خمسه، ومن ثم بدي اضربه بارتفاع المنشور كامل اللي هو عباره عن اتش حيث حكى لي ارتفاعه كامل عباره عن 124 متر، اذا بتصفي المساله بهذا الشكل زي ما احنا شايفين اول شيء بوجد ما داخل الاقواس 5 ضرب 41 5 ب1 5 5 ب4 عباره عن 20 اذا 205 بدي اضربها من 124 واطلع الناتج يلا اذا 205 خليني اجي نضربها هون على جنب راح اضربها بال124 يلا 4 ب5 20 صفر باليد 2 أربعة بصفر صفر والاثنين بينزل أربعة باثنين اللي هي عبارة عن ثمانية زائد صفر اثنين بخمسة اللي هي عبارة عن عشرة صفر باليد واحد اثنين بصفر صفر والواحد بينزل واثنين في اثنين عبارة عن أربعة بننزل الصفرين واحد بخمسة خمسة واحد بصفر صفر واحد باثنين اثنين ونجمع الأعداد صفر اثنين خمسة واحد ستة وثمانية أربعة أربعة باليد واحد أربعة واحد خمسة والاثنين بينزل إذا طلع الناتج عبارة عن خمسة وعشرين الف واربعمية وعشرين متر وشو لانه طلعنا مساحه جانبيه اذا متر مربع اذا 25420 متر مربع عباره عن المساحه الجانبيه تمام اتوقع ما في وقت نكمل سؤال اتحقق من فهمي فخليه له الحصه القادمه وهيك بيكون يا مس انتهى الجزء الاول من هذا الدرس خلينا نشوف مع بعض يا سابع الواجب البيتي الواجب البيتي عباره عن السؤال الاول والسادس و من صفحه 113 و114 من كتاب الطالب والسؤال السادس والثامن من صفحه 32 في كتاب التمارين ويعطيكم الف عافيه